لا يشتغل تنوبة او داخل قرص او داخل حاسوب. البرنامج شكله على طبعا تعريفه الاكسس واحد تطبيقات الاوفيس، هذا التعريف، انشاء جداول ومناقشتها، تمام؟ هنا التعريف وياي، تشوفون السبورة مليح؟ نعم أستاذ، جيد نعم أستاذ. ماشي زين، هذا شكل البرنامج. فراح نقلب الصفحة، أنا راح أحكي نظري حاليا بعدين نفوت بالعملية على السريع. الملف في برنامج الإكسل يسمى مصنفا فراغ، يسمى فراغ مصنفا، تمام؟ مصنفا مستقلا، خلينا نقول مصنفا مستقلا. ويختلف عن المستند في برنامج الوورد، وكذلك عن العرض التقديمي في برنامج باوربوينت، لأنه يتألف من مجموعة أوراق تسمى شيت. راح أفتح الإكسل، تمام؟ هذا الإكسل، وهذا هنا بالأسفل تشوفون الأسفل مكتوب شيت، لو ما تشوفوها أنا وين عاد أحرك السهم مال الماوس، هذا المكان تحت هنا أنا. شيت، تمام؟ نحتاج اشوفه. شيت، هذا الشيت، تمام؟ هذا الشيت هو ورقة العمل. أنا بنضغط على علامة الزائد راح يطلع لي شيت 2، شيت 3، شيت 4، شيت 5 وإلى آخره. كل شيت يختلف عن الشيت الآخر بالمحتوى. أنا أكيد راح أسمي مثلا هذا الشيت، إذا أضغط عليه كليك يمين وأعمل له رينيم راح أسميه الصف الأول مثلا، تمام؟ هاي درجات الصف الأول. هنا الشيت 2 أعمل له كليك يمين ورينيم أكتبه الصف الثاني. فأنا كل واحد أشتغل به يعني على حدة، شيت 1 يختلف عن الشيت 2. زين خلينا نرجع للكتاب. الكتاب يقول انه هذا طبعا يجي فراغ، بس تذكرون كلمة شيت بدون ارقام، شيت، اوكي؟ او اذا تكتبون بالعربي اوراق عمل، يتألف من مجموعة اوراق عمل، هذا الفراغ هنا. زين يقول يمكن التنقل بين اوراق العمل بسهوله مثل ما هسه كنت انا اتنقل من خلال النقل بالماوس. تتكون ورقه العمل من اعمده، وين العمود بالبرنامج؟ هذا العمود، هذا عمود بي سي دي اي اف جي والى اخره. شوفوا من يصل الزيت شي يصير اي 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 بي اي سي، تمام؟ هنا نجي مثلا اذا اروح اكتب اي دي عندي، اوكي؟ اذا اروح اكتب بعد خير في هذا حتى تشوفون، شوفون هاي الى وين؟ اي بي اي كيو، شوفون الى اروح الى بعد 256 عمود، تمام؟ هاي الاخير شيء 256 عمود. زين ارجع للكتاب، يقول تتكون ورقة العمل من اعمدة وصفوف فراغ وفراغ، من اعمدة وصفوف فراغات، من اعمدة وصفوف. يشار للأعمدة بحرف أو حرفين وعددهما كم عمود فراغ؟ 256 عمودا، تمام؟ ها إذا العمود A إلى آخر عمود 256 يبدأ بالحرف A وينتهي بالحرف IV، تمام؟ زين يقول أما الصفوف فيشار لها بأرقام تبدأ بالرقم 1 وتنتهي ب 16384، هذا فراغ، 16384 هذا فراغ. إذا هذا هذا ما قلنا عمود الاي والبي، تمام؟ زين السطر، السطر هذا السطر الاول، تشوفون بس اجيب السهم هكذا راح يطلع لي سهم اسود، هذا السطر الاول، هذا السطر الثاني، هذا السطر الثالث والرابع والخامس والسادس الى 16384 سطر. زين يقول تتقاطع الاعمده مع الصفوف، هسه ما نقول تقاطع، نروح يم تقاطع الفلاني، ما نقول تقاطع المجموعه مثلا، تقاطع المصارف. التقاطع شنو هو؟ التقاء، تمام؟ رولا دقيقه، تمام زين. ما نقول تقاطع المصارف، اذا هو عباره عن عمود وصف متقاطعين، يتكون عندي مربع او مستطيل. زين هذا التقاطع شنو راح يسموه؟ مكونه خلايا. اذا خلايا، تقاطع العمود مع الصف يكون لي خلايا. لكل خليه عنوان، يتكون من حرف العمود ورقم العمود. تذكرون بالصف من اخذنا من قلنا مثلا هذا، هذا يا شو اسم هاي الخليه؟ من يعرف؟
هاي الخلية شنو اسمها؟ سي ثلاثة سي ثلاثة. عافية عافية، سي سي ثري. ثلاثة اي اي بالضبط، سي ثري. طبعا أيوة انتم مجرد انه على اي خلية تضغطوا راح تشوفون هنا شيء مظلل، ما تشوفون هذا مظلل؟ هذا مظلل، وهنا رقم أيوة الأربعة أيضا مظلل، وأيضا دي فور، هذا مع دي فور، هذا دي فور. هنا أيضا يظهر الدي فور، تشوفون بهذا المكان. أنتم مجرد تضغطون على أي مكان شوفوا راح يتغير. هاي ام 10، هاي ام 10، هنا أيضا ينكتب ام 10. زين، هنا شو يقول؟ يتكون من حرف، من حرف العمود ورقم الصف. يقول الشكل هذا بالأسفل يرينا الخلية النشطة، تمام؟ يعني احنا هسه شوفناكم هي عمليا. يقول يمكن التحكم بالعمل على وجه البرنامج باللغتين الإنجليزية والعربية وغيرها، ويمكن إدراج الصور والمخططات البيانية داخل ورقة العمل. زين، نجي إلى العمل. طبعا قبل ما نبدأ يقول تخزن ملفات تطبيق برنامج إكسل بالصيغة الافتراضية بوك 1 اكس ال اس. خلينا نفتح الملف، تشوفون بالأعلى فوق ايش مكتوب؟ هنا فوق 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 بالأعلى بوك 1 شارحة إكسل، بوك 1 شارحه اكسل. راح اروح انا هسه حاليا اعمل سيف، راح اقول له سيف مثلا بفلان مكان، مثلا بالاكتف سوفت وير هنا، راح اقول له سيف. راح اروح الى الحاسبه واروح على الدوكيومنت، افوت على اكتف سوفت وير، راح نشوف مكتوب بوك 1 صح؟ هذا البوك 1 اذا اضغط كليك يمين واروح على بروبرتيز راح اشوف انه بوك 1 اسمه هذا بوك 1، تمام؟ شنو نوع الملف؟ ما تكلمت لكم على نوع الملف، اذا كان ام بي 4 يعني فيديو، اذا ام بي 3 يعني ملف صوتي، يعني اذا مثلا دي او سي اكس ملف نصي. اما اكس ال اس اكس، اكس ال اس اكس هذا شنو؟ ملف اكسل. انتم بالكتاب مكتوب اكس ال اس، تمام؟ اكس ال اس، هنا شنو مكتوب؟ اكس ال اس بس معانه اكس. ليش؟ لان اصدار حديث، نزل اصدار حديث من الاكسل، قاموا يضيفون حرف الاكس بالنهايه، صار الملف شويه احدث وباكثر اضافات، فهو انتم تحفظون اكس ال اس، ما لكم علاقه بالهاي هسه نعمل. اذا يحفظ الملف بالامتداد الافتراضي اكس ال اس، هذا الامتداد الافتراضي دوت، طبعا لا تنسون دوت اكس ال اس، يعني هذا من تشوفون هاي الثلاث احرف اذا الملف هو اكسل. زين، طبعا يقول لي نقدر ندخل اسم الطالب، اسم المدرسه، وكذلك يمكن اختيار امتداد اخر. هذا ال HTML الخاص بالنتورك، يعني بالعفو بالمتصفحات جوجل، يعني مو جوجل، اي متصفح، العفو اي متصفح. زين، تكتبون داخله، تفتحون الملف عن طريقه بس يكون بصيغه HTML، راح يفتح لكم من المتصفح. زين، هذا يجي سؤال كيف نشغل برنامج او كيفيه تشغيل برنامج الاكسل. نضغط على ستارت، اجي هسه انا على ستارت، هاي ستارت، بعدين بروجرام، هذا يتكلم على ويندوز 7، تمام؟ ويندوز 7 ويندوز اكس بي، هذا يتكلم اصلا على ويندوز اكس بي، فهو من ستارت يضغط بعدين على، تحفظوا هاي بالكتاب مثل ما هو. بروجرام انا هنا ما عندي كلمه بروجرام، هي اصلا مباشره تطلع لي بروجرام، خلاص اعتبر نفسي ضغط على بروجرام. اروح وين؟ الى مايكروسوفت اوفيس، هذا مايكروسوفت اوفيس، عند الضغط عليه راح يطلع لي اخر شيء هو هذا مايكروسوفت اوفيس اكسل 2003. اذا هاي عليها اربع درجات، درجه درجتين ثلاثة أربعة. هذا سؤال مثلا على سبيل المثال، حتى تشوفون راسم لكم الخطوات 1 2 3 4 اوكي، هذا تشغيل برنامج. زين، عندي ايفون دخل جديد، بس اذا طالب خليه يغير اسمه، ايفون جديد، اذا التلميذ اذا طالب بعد خليه يغير اسمه، تمام؟ نضاف ايده. ريما تفضلي، ريما رافع يدك، تفضلي ريما. لا استهبل غلط، سوري. اوكي ما بس هنا عندي هاي ايفون، اذا طالب، اذا مو طالب عادي، بس اذا طالب بدل اسم. زين، نجي الى الصفحه الثانيه، يقول واجهه البرنامج. راح انا اشرح لكم على واجهه البرنامج، اريد تحفظوها بشكل عملي، ما اريد هذا الرسم ما عندي بي يعني فشي مهم انه تحفظ، يعني ما اجي اقول لكم ارسموا لي، لا هذا عملي. فالعملي نجي على برنامج الاكسل. برنامج الاكسل الواجهه مالته متكونه من الاعلى اللي هو ايفون ريز هاند، ايفون
ايفون ايفون اوكي زين البوك 1 هنا عنوان الملف بوك 1 سلاش او يعني هاي تشوفون الشارع صغيره اذا تبين عندكم اكسل عندي هنا هذا يسموه منيو بار هذا فايل هوم انسيرت بيج لاي اوت فورمولا داتا ريفيو فيو تمام هذا يسموه منيو بار دائما منيو موجود باغلب البرامج يعني 99 من البرامج موجود بهذا الشيء 100% ايضا مو 99 موجود منيو لازم اكون مكان الفايل اللي هو بي سيف وبرنت واوبن ونيو وعندي ايضا الانسيرت ادراج عندي الهوم تمام الهوم اللي هي نكبر الخط نصغر الخط نغير لون الخط والى اخره بعدين ناخذها الانسيرت اضافه جدول اضافه صوره اضافه سكرين شوت والى كل هاي الامور موجوده بالوورد اغلبها يعني موجوده ببرنامج الوورد عندي بيج لايوت ايضا اعدادات الصفحه ان نرتب الصفحه على ان تكون على مقاس الورقه اللي راح نسحب عليها الجدول ايضا عندي هاي الشيت رايت تو ليفت اذا عندكم الظاهره 2003 راح تكون بس الايقونه موجوده وايضا راح ناخذها الفورمولا هاي الامور كلها نضيف فانكشن نضيف اوتو سميشن والى اخره عندي الداتا هاي ما كثير راح نستخدم يعني ما عندكم اصلا بالكتاب هاي الامور الريفيو هاي سبيلينج و الى اخره الفيو عندي نعمل زوم او غير شكل الصفحه مثل هاك الشيء مثلا تشوفون هاي تقسمت على شكل اوراق مثل ما تلاحظون هاي الورقه او هاي الورقه هنا عندي مثلا هذا اذا عندي انا حافظ فيوات يعني مقاسات انا اجي بس اختار المقاس اللي اريده نعمل ادد نسميه مثلا هذا تمام واقول له شو مثلا تشوفون هذا حفظ لي اياه هذا كوست يعني هذا المقاس اللي اريده انا اقول له كوستوم واقول له ادد واحفظه راح دائما من اجي اريد اطلع هذا المقاس يطلع المهم خلينا نرجع النورمال نرجع الى الهوم نرجع الى الكتاب الكتاب يقول واجهه البرنامج تتالف من اسم البرنامج واسم المصنف ذكرناه اللي هو هذا فوق تمام اسم البرنامج واسم المصنف هنا عندي المنيو بار هنا عندي مثل ما تلاحظون مكتوب شريط ادوات التنسيق اللي هي ايضا بالاصدارات الحديثه كلها جمعوها تقريبا ثلاث او اربع مكانات جمعوها في الهوم يعني انا كان قبل هذا هاي الامور كلها كانت على شكل شريط وبعد هذا مثلا هذا كله بشريط لا انا رتبوا لي الامر صار عندي بالهوم امور كثيره بالانسيرت قللوني من مساحه هاي البيضاء الرصاصيه اللي بيها الادوات تمام صغروا لي المساحات يعني هسه تشوفون بالكتاب اكو طبقه طبقتين ثلاثه اربعه خمسه حاليا صارت كم طبقه واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه فقط تمام زين هنا شنو هذا كلها انتم بس تقروها وتفتحون البرنامج راح شريط الصيغه اللي هو بالاعلام هناك قلنا اسم العمود اسم السطر هذا تشوفون هذا السطر هذا رقم واحد سطر رقم اثنين سطر رقم ثلاثة سطر رقم أربعة عمود بي عمود سي عمود دي عمود اي تمام هاي أعمدة تمام بنات واضح هذا الشيء أشرح لنا هاي أعمدة زين نجي إلى راح نعبر هاي الأمور لأن هي عملية أصلا ف ان شاء الله اخذكم داخل الثانويه ولو درس واحد بس حتى اشوف يعني 100% انه عرفت المكانات اللي موجوده بالبرنامج. عندنا هنا يتكلم انه شريط العنوان هذا تشوفون هاي صوره شريط العنوان هذا اللي يتكلم عنه وانه هو هذا شريط العنوان ماخذ له صوره مايكروسوفت اكسل دوت او سلاش بوك 1 هنا شريط القوام هو هذا الفايل والايديت والفيو والانسيرت والفورمات والتولز والداتا تمام هذه شنو؟ شريط القوائم هاي المكونات كل عملي هنا عندنا يقول اشرطه الادوات تولز هاي التول بارز اللي هي هاي قلنا لكم كلها جمعوها مكان واحد
يعني شريط الأدوات جمعوا بمكان واحد، وشريط التنسيق جمعوا بمكان واحد، هذا بالإصدارات الحديثة. فأنتوا تدرسون الساعة على الإصدار القديم طبعا، فمجرد أنه على نسخة 2003 بس نتعرف على فائدة الأداة، ما مهم أين تقع هذه الأداة. نجي إلى شريط الصيغة، الفورميلا بار أيضا موجودة بالإكسل 2016 اللي هي هذا البي اتش 1، هذا المكان تمام، تشوفون هذا اتش 1 وهذا الشريط الأبيض الفارغ، هذا كله يسموه فورميلا بار تمام، هاي فورميلا بار زين تمام. هذا كله عملي مثل ما قلت لكم يعني. زين شريط اوراق العمل، هذا شيت شيت شيت، هذا شيت 1 شيت 2، هذا بالاسفل تشوفون الصف الاول هذا شيت 1، الصف الثاني شيت 3، هو اسمه شيت 3 يعني خلينا نقول ديفولت، بس انا اجي اغيره اعمله الصف الثالث مثلا رينيم الصف الثالث. زين ناش عندي الصف الرابع تمام، ناش عندي الصف الخامس تمام، يعني الصفوف. زين عندي طالبا فقدت سامة موجودة وعائشة زيد، عائشة زيد طلعت لها. زين هسه هذا تشوفوه حتى أشرطة التمرير اللي هي موجودة بأغلب البرامج، هذا شريط التمرير اللي يكون على اليمين، هذا الشريط هذا تنزلون به وتصعدون، تشوفون هذا على اليمين، هذا ننزل نصعد ننزل نصعد. زين هذا الشريط. زين خلينا نرجع نقول تحرير الأعمدة، كيف نحرر عمود، كيف نضيف عمود وكيف نحذف عمود. إضافة عمود، لإضافة عمود أو عمود جديد بين العمود A والعمود B، نحدد العمود B. إذا لما أجي أنا لاحظوا هسه هنا هذا المكان، هسه أنا كتبت بال A التسلسل مثلا تمام، كتبت بال B العمر، راح يجي شخص يقول لا أنا ما أريد الاسم، ما راح تكتب الاسم، فأنت ايش راح تسوي مثلا؟ راح تجي تحذف، لا ليش أحذف وارجع اكتب من جديد، او ليش اعمل كت واروح مثلا، لا انا عندي بالبي مثلا خلينا نقول العمر، انا اريد بين التسلسل وبين العمر عمود اسم الاسم. كيف نعمل هذا الشيء؟ انا لازم اجي على البعد، ما اجي على القبل، اجي على اخر شيء اللي اريده بيناتهم، مو اي وبي، انا اجي على البي ما اجي على الاي واقول له اضافه، راح ينضاف قبله، فانا راح البي حتى نضيف حتى يصير السطر قبل، لان هو الاضافه هنا دائما يصير على الشيء قبله، فانا البي والاي اريد بيناتهم عمود اسم الاسم، فاروح على البي ااشر، طبعا ااشر على البي، شوفون يقول من خلال النقر على الحرف بي اعلى العمود، نقرنا مثل ما شفتوا، ثم من خلال شريط القوائم insert columns كما واضح في الشكل، ويمكن نقر بالزر الايمن بعد تحديد العمود بي على اي خلية داخل العمود اختيار الامر insert. عندكم نوعين، الاول هسه راح اعمله يعني بس انتبهوا عليه لان اثنيناتهم عمليات، الاول عن طريق انسيرت، الثاني على نفس العمود ضغطنا عليه نضغط انسيرت، اذا عندكم نوعين، فبالامتحان العملي راح اقول لكم كم طريقه توجد لاضافه العمود، يعني حتى بالنظري تقولون طريقتين اضافه عمود، كم طريقه؟ طريقتين، الاولى عن طريق تكتبوا لي هذا تمام؟ ترجعوا ثانيا يمكن نقر بالزر الايمن بعد تحديد العمود على اي خليه والضغط على انسيرت، اذا هذا اولا وهذا ثانيا، اوكي؟ هذا اولا وهذا ثانيا، هذا طريقه اضافه العمود، زين راح نجي نطبق. انا هسه بالبي متوقف، ما قال لي الطريقه الاولى اروح على انسيرت، رحت على انسيرت، راح اجي ادور هوني بال 2016 ما راح الاقي، ليش؟ لان 2003 يختلف، اوكي؟ فبالكتاب انه يعتمد على نسخه 2003، اوكي نسخه 2003 راح تلقون insert columns تمام، insert columns، فمن هذه من طريقه الكتاب على نسخه 2003 طبق صحيح الشغله، بس هنا بال 2016 راح انا اطبقه عن طريق الهوم، اكو شيء اسمه insert تمام،
insert sheet columns. شوفوا صار عندي بين ال A وال B حقل فارغ أو عمود فارغ. إذا العمر كان B صار C. إذا هنا راح أجي أكتب الاسم. واضح بنات؟ إيش عملت؟ بنات واضح إيش عملت؟ معايا؟ بس عادي تعيد؟ أوكي أعيد، ركزوا معايا بنات. أنا إيش عندي؟ عندي الـ A تسلسل والعمر B. قال لي أريد ضيف لي عمود بين التسلسل وبين العمر. عندي طريقتين، الأولى أنا ما أجي أجيب هذا السهم الأسود، هذا السهم أسود أخليه هوني هكذا أشر. هل تشوفون هذا هكذا؟ أخليه أشر، أروح على Insert وأقول له Insert Columns. تمام؟ Insert Columns هذا بالكتاب هكذا مكتوب، فتكتبون مثل الكتاب، بس هنا راح أنا عندي بغير مكان صار لأن غير نسخة، فأروح على Insert. تشوفون Insert Sheet Columns، تلاحظون هنا صار عندي عمود جديد بين التسلسل والعمر، راح أسميه الاسم. الاسم تمام. منو فاتح حاسبة هسه حاليا؟ أريد إذا فاتحين حتى أشوف شنو النسخة اللي عندكم. أكو واحدة بيكم بيها فاتحة حاسبة؟ شوفيني شو عملي فاتحة حاسبة. ها أنت من الموبايل فاتحة هسه الزوم؟ نعم. تمام راح أطبق الطريقة الثانية وأريد تشوفوني زين. انتبهوا على الطريقة الثانية كيف أضيف عمود. انتبهوا، أنا إيش عندي؟ عندي التسلسل وعندي الاسم وعندي العمر. ضفت الاسم بين العمر والتسلسل عن طريق insert columns. طيب أنا هسه حاليا بين الاسم والعمر أريد أضيف العنوان، فوين نروح، على البي ولا على السي إذا أريد أضيف بين الاسم والعمر؟ حتى أعمل insert. السي. عافية 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 عافية، أحسنتوا. نروح على السي، لأن أنا من أروح السي وأقول insert راح ينضاف حقل العفو عمود قبلها ما ينضاف بعدها، فأروح على السي. أنا أشرت على السي، عملت insert columns، بس أكو شخص يقول لا أستاذ أكو طريقة أفضل، اللي هي أنا مأشر على السي، أنا مأشر على السي، أضغط كليك يمين وأقول له insert، أقول له إيش نو insert. شوفون انضاف. أجي على الدي أضغط كليك يمين insert، انضاف عمود قبلها. أروح على الإي أقول له insert، إف insert. شوفون كم عمود انضاف. أسهل ما أسهل؟ أسهل. وهنا أسمي العنوان مثلا. تمام يلا افتحوا لي كاميرا على لابتوباتكم، يعني يا تصوروها يا يعني تعملون شير إذا عندكم بزوم باللابتوب، إذا بالموبايل افتحوا كاميرا على اللابتوب، صوري اللابتوب. نبدأ منو عدى حاسبة؟ منو عدى حاسبة هسه حاليا؟ أنا أستاذ. يلا ريما خلينا نبدأ بريما. ريما افتحي لي كاميرا على الحاسبة، خلي أشوف حاسبتك. خلي أسد أنا هاي كل الأمور. أنا راح أوقف الشير مالتي. ستوب شير. تمام ريما يلا. أوكي. شو يخلي بالكاميرا؟ أكو بيها على الكاميرا هاي مال السهمين. السهمين يصير عملها أمامية. هي نفس الكاميرا ما تفتحها بس انت سادة الكاميرا. تمام يلا عندي. يلا وين الأبوية ان هي شكل. يلا هسه عندك عمودين اريد تعملي ايه؟ طفي الضوء يعني. عندي هاي الـ A. إيه. عافية. أنا عندي هي بالعربي. إيه ما مشكلة عادي عادي. اكتبي لي بيها مثلا الاسم. بالـ A1 اكتبي الاسم. أحسنتي ريما. إحنا الساعة قد بعثنا لكم الزوم الصف الثاني.
ماشي 15. يلا كتبتي؟ جيد. خلاص اشري على العمود من فوق عن طريق هذا السهم الاسود اللي راح يطلع. خليه يظلل كله. ما اسمع كريمه، انت ساد المايك. افتحي المايك. ما عاد اسمع كريمه. ايه ايش راح تعملين؟ الانجليزي ما تدخل على العربي. شنو هو الانجليزي؟ كيف؟ اوكي هي سكت. عادي 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 عادي، اي شيء اي شيء، شخبطي اي شيء، اي 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 حرف اكتبي يعني، اكتبي اي شيء، ما مهم ما مهم مش محتوى، عادي. كتبتي، يلا ضيفي لي عمود قبلها. أو اكتبي بالعمود الثاني فت كلام أيضا، بالعمود الثاني اكتبي فت كلام. أنا عاد أشوف بقية الطالبات. كتبتي، أريد أضيفي بين العمود الأول والثاني عمود يعني آخر غير شيء بيناتهم، شلون وين نروح؟ إدراج. إدراج؟ إيه إدراج انسيرت يعني بالعربي. هيا صار؟ بس قبله لازم نحل سي. ايه روح على السي دراج. تمام شفتي احسنتي. يلا عافية 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 ريما. هذه الطريقة الأولى. وعندي أيضا تضغطين على العمود نفسه تروحين على فوق، من فوق أكو هاي بالأدوات فوق مكتوب إدراج. إدراج تمام تمام إدراج. ايه عافية إدراج. ايش أشري بالسهم؟ بالسهم على كلمة إدراج اضغطي، لا تضغطي على أيقونة. دستوها إدراج إيه أعمدة الورقة. تمام مكتوب إدراج أعمدة الورقة. عافية هاي الطريقة الثانية. عافية عافية. يلا بعد منو عندها حاسبة؟ خلي نطبق هاي الشغلة. يلا منا. بس أستاذ أنا فاتحة الزوم على اللابتوب، فإنه عادي أسويه وبعدين أصور لك وأدز لك على التليجرام. عملي شير، شير سكرين. ماشي ما عاد كي شير سكرين؟ بلا بلا بس دقيقة. يلا استاذ تغير لي بين ما تعمل مين شير انا اصور لك اطبق قناة. يلا 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 رولا. عافية هسه انت عاملة عمودين. عافية جيد حاضرة. اريد بين ال راح نحط السهم هكذا، راح نجي هوني راح نضغط كليك يمين. ايه علبي علبي اضغطي علبي من فوق. اها فتحت لنا دقيقة، فتحت لنا منه. يلا اوكي منه، يلا منه، خلي تكمل منه. يلا منه شنو راح تعملي منه؟ اكتبي بالاي كلام واكتبي بالبي كلام. ماشي اسم اوكي راح على البي. اكتبي اي شيء عمر مثلا. يلا اريد بين الاسم والعمر حق الاسم العنوان. نضغط على البي نأشر نقول له ادراج. عافيه عافيه. زين بعد اريد بين السي والبي، بين السي والبي عمود ثاني بالطريقه الثانيه العنوان. اوكي بين السي وال بين السي والبي. ايه ايه عافيه. نشر على السي بالطريقة الثانية شنو؟ نروح على إدراج. إيه هوني بال 2003 بس 2016 ما راح تلقيها، وين راح تلقيها؟ بالصفحة الرئيسية. شوفي هناك على اليسار إدراج. تمام؟ إدراج على اليسار على اليسار. إيه في إدراج أعمدة أعمدة الورقة. صارت. شفتي؟ يلا يلا أساس سدي شير. أغلق الشير. بس هاي قصة شلون؟ من فوق من فوق مسيتش تحطين ايدك على الماوس من فوق اكو ستوب شيرين. اعلى الشاشة هو يصير مكان ستوب شيرين. انا راح اوقف. ستوب اوكي قفلته. يلا يلا رولا سدي مايك منا. يلا رولا عافية عافية. نعم عافية منا وعافية ريما. يلا رولا هنفتح له الحاسبة. هياني طلعت على العمر.
اي عافية. اي يلا راح ادوس لك، راح نروح على ادراج. عافية، نضاف بين الـ A والـ B، صار بين الـ A والـ B صار عمود اسمه B، طبعاً الـ B يصير C. زين، على الطريقة الأولى بين الـ C والـ B أريد عمود آخر بالطريقة الثانية. تمام، هني راح نجي على هني إدراج عميدة طلعت. هاي عايشتي شغل عافية بنت. هاي تمام، إذا إحنا أمورنا تمشي يعني أونلاين. يلا خلينا نكمل. أوكي هسه باقي على الدرس بعد. يلا تمام، فراح أعمل شير أنا سكرين. يلا زين، هنا هذا ضفنا عمود، أضفنا عمود نجي إلى هاي الصور. طبعا هاي صفحه كامله بس عباره عن صور يعلمكم، تقدرون تتبعون الصور تتعلمون. اللي ما يعني ما شغلتوا حاسبات اليوم، نروح الى صفحه 12. يقول تغيير عرض العمود، كيف نغير عرض العمود؟ يقول تغيير عرض اي عمود بالكامل نحدده اولا. استاذ نعم، بس الشاشة تغوش، أطلع من البرنامج وأرجع أفوت. شاشة منو؟ أنا هيدا أتشوش يمي. إيه أطلع الزوم. أطلع من الزوم ورجع. أطلع من الزوم. أوكي. زين. إيه بنات، كيف نغير عرض العمود؟ العرض يقصد يعني العرض، عرض يعني مو عرض يعني مشهد، لا عرض يعني الويدث. خلينا نقول يقول تغيير عرض أي عمود بالكامل نحدده. هذا طبعا كله يجيكم نظري وعملي، كيف يتم تغيير عرض العمود؟ تكتبون تغيير عرض أي عمود نحدده أولا. طبعا دائما أكو كلمة تحديد، لازم عندي تحديد العمود أو تحديد بعدين نأخذ الصفوف. نحدد العمود مثل ما قبل شوي شلون كنا نحدد. تمام، ومن منيو بار نروح لمنيو بار، نختار الأمر فورمات ثم كولوم ثم ويدث، ونغير قيمة عرض العمود إلى القيمة المطلوبة. حلو، هاي الطريقة الأولى. طبعا هو ما ذكر لكم طريقة ثانية بس أنا راح أذكرها للفائدة. زين، هنا راح نكتب كيف نغير عرض العمود بالطريقة الثانية. حاليا بس عندكم طريقة واحدة، منيو بار فورمات كولوم ويدث العرض، ونغير قيمة عرض العمود إلى القيمة المطلوبة. انظر الشكل هذا. نجي طبعا إذا عندكم نسخة 2003 طبقوا مثل الكتاب. أكو فوق بالمنيو بار أكو شيء اسمه فورمات، يعني هذا المنيو بار فوق أكو شيء اسمه فورمات مثل الفورميلا بس فورمات اسمه. شنو بعد الفورمات؟ أكو نختار كولوم، تمام، نختار عمود ثم الأمر ويدث، ونغير قيمة عرض العمود. زين، هنا يختلف الوضع. هسه أنا أريد العنوان، تعرفون العنوان قد يكون مثلا يعني جريدة، خلينا نقول فلان منطقة بفلان منطقة وهكذا، أو عبارة عن مثلا إيميل. أنا ما أريد مثلا هسه مثلا راح أكتب العنوان، شوفوا العراق الموصل الجانب، شوفوا وين طفر، وين صار على، وين صعد، راح على فوق الاسم، شوفوا عبر فوق الاسم، أنا ما أريد يعبر، فأنا أريده يكون بالعرض، فأأشر على هذا العمود مثل ما كنا نأشر نضيف عمود، أو أأشر على العمود أروح على الفورمات من الأعلى من منيو بار، هاي المنيو بار أروح على فورمات وأروح على كولوم وأروح على ويد على العرض، وأحط قيمة جديدة أزيد بالأرقام. طيب هنا هذا راح نطبقه، راح أجي لأنا الكولوم، تمام اسمه خلي أدور عليها. هنا تشوفون هاي كولوم، كولوم ويد، كولوم ويد، تمام، هذا عرض. هنا اشقد هو 8.4، راح اعمله 15، اقول له اوكي. تشوفون زاد عندي عرض العمود، انا موجود كله عندي بالهوم الشغل، انتم لا بالفورمات اذا عندكم نسخه 2003.
تمام. الدي راح أعيدها، دي العمر. كيف أروح إلى الفورمات يعني بالمنيو بار، أروح على الفورمات، أروح على الكولوم، أروح على الويت، وأحط قيمة جديدة للعرض. نجي إلى مرة أخرى نعيدها بس بالنسخة 2016، نفس الشيء طبعا. عفوا ما من هنا، نجي على الهوم، الهوم تمام. أنا بشر على العمر وأروح على فورمات. شوفوا من هنا الفورمات وين كانت بال 2003، هاي الفورمات كلها فوق، جابوها حطوها بمكان واحد صغير هنا، تشوفون. إذن هذا هم فورمات منيو بار، فورمات، هاي الفورمات أنا هون عندي فورمات تمام. يرجع يقول كولوم ويث، ونحط قيمة جديدة، خلينا نقول 50، وقل له أوكي. تشوفون العمر صار هذا الشكل، هذا العمر، هالعرض. واضح بنات؟ واضح بنات؟ واضح استاذ. واضح. زين. طيب هاي الطريقة هي واحدة فقط، إنه أروح أشر على العمود، أروح على الفورمات، وأروح على هاي الفورمات، وأروح على كولوم ويث، وأغير القيمة. طيب أكو طريقة ثانية بس ما مذكورة بالكتاب، اللي هي انتبهوا عليه، هذا مع الدي أو السي. أكو تشوفون هذا هذا السهم لسه طلع مثل علامة الزائد. أستاذ هاي ما أسهل هاي الطريقة؟ إيه طبعًا، هاي تعملوا لها كذي يصير بالعرض. كثير طوله هو بالكتاب. إيه طبعًا تعملون هكذا يصير بالعرض. هاي مثل ما أنت تحبين حسب الكتابة اللي أنت تريدي. تمام تمام. هاي إيش تريدون أنت راح تكون. هاي الطريقة أسهل بس ما مذكورة بالكتاب، فما مطلوبة منكم، يعني لا أنه بالامتحان تذكروا إياها، يعني ما مطلوبة منكم، أنتوا فقط اللي بالكتاب التزموا فقط بها. زين، هذا هي كم خطوة؟ واحد محدد، اثنين منيو بار، ثلاثة فورمات، رابعا الكولوم والويت، ونغير قيمة. يعني خلينا نقول على خمس درجات تجي مثلا يعني درجتين ونص. تمام، هذا تغيير عرض العمود، اخذنا اضافه واخذنا تغيير. هسه نجي حذف من احنا استاذ بالامتحان العملي سنك نعمل بالساعات. لا والله يعني بالامتحان العملي اريد تعملوا لي مثل الكتاب، لان فرضا 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 خلينا نقول انا ما امتحنتكم، تمام انا ما امتحنكم، جاء شخص ثاني امتحنكم، راح تقولوا له احنا نعمل هكذا، يقول لكم هذا ما موجود بالكتاب. فانتم تذكرون الطريقه اللي موجوده بالكتاب، اللي هي منيو بار، فورمات، هاي فورمات، بعدين كولوم ويت، عفوا هاي كولوم ويت، وانطي قيمه مثلا 70، خلاص وقل اوكي صار بالعرض. هاي الطريقه الوحيده الموجوده بالكتاب. اما طريقه السهم انتم هاي الفائده فقط. زين، نجي هسه مثل ما ضفنا نجي نحذف. بس انا اضفت 20 عمود، عندي عمود ما أريده، فشلون أحذفه؟ نفس الطريقة مال الإضافة، بس راح نعمل ديليت. نحدد العمود بنقرة واحدة على اسمه، ثم منيو بار. أنتم مو راح تدورون بالبيت على منيو بار، وينها منيو بار؟ هو هذا المنيو بار فوق، يقصد الهوم والإنسيرت، هاي منيو بار، هاي المنيو، تمام؟ هاي المنيو، هاي كله منيو يسموه. أوكي؟ من وين؟ نقول نروح من المنيو بار على قائمة إيديتس، على الإيديت، ومنها نختار الأمر ديليت. من إيديت نختار الأمر ديليت، راح نجي على العمود سي اللي هو العنوان، أنا أريد أحذف العمود سي. فأنا فوق هسه عندي إيديت، ما عندي إيديت، أنا قلت لكم بال 2016 اختلف، بس 2003 موجود إيديت، وراح تشوفون أكو هذا الأمر ديليت. شوفوا هذا ديليت، مثل ما تشوفون ديليت، بس أقول له ديليت شيت كولومز راح ينحذف، او بس اضغط على ديليت هي نفسها طار العنوان، بس اضغط على زر هاي فوق، بس اضغط عليها. اما اذا سهم لا، عندي اختيارات كثيره. زين، اما بس انا مأشر على الاف واقول له ديليت، تمام، مسح. ثلاثة العمر ديليت، راح العمر، في ديليت، اي
ديليت. تمام، وصلت طالبات الفكرة؟ إيه. جيد، هاي الطريقة، هاي الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، والخطوة أستاذ عادي تعيدها؟ نعيدها. أنا أشرت على العمود العنوان، أروح إلى المينيو من فوق على المينيو، أدور على الإيديتس. أنا عندي إيديت، عندي ما عندي بال 2016 راح ألقيها بالهوم. إذا عندي إيديت راح أروح على الإيديت، مثلا هاي نعتبرها إيديت، وأدور على الديليت. أما بال 2016 راح ألقيها بالهوم اللي هي هذه ديليت. حتى بال 2003 نفس الشيء ديليت، بس أقول له ديليت راح هذا الاسم أشر عليه من فوق، نفس الحالة نضيف هاي أذن أشر ونقول له ديليت. شوفوا راح الاسم، العمر ديليت، تسلسل ديليت. واضح بنات؟ تم واضح واضح. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خطوات، وهاي الصور أيضا تشوفونها، بس أنتم يعني تفتحون الكتاب تشوفون هاي الصورة راح تتعلمون منين. واضح. تشوفون هنا أنا راح حتى راح أكبر لكم شوي. تشوفون هاي الصورة، تفتحون كتاب صورة مكتوب edit، تنزلون على delete، تشوفون هاي delete بالكتاب file edit view. هاي المهم نختار edit بعد ما احنا اصلا مأشرين، نعمل delete راح نشوف العمود الحذف هذا مثل ما موجود بالكتاب وعلى نسخة 2003 الأوفيس 2003. زين، وين وصلنا؟ وصلنا الى الصفحة الاخرى. زين، هسه كم شغلة عندكم صارت بالأعمدة؟ إضافة وبعد إيش؟ إضافة وحذف وتكبير العمود بالعرض، نعمله بالعرض. تمام؟ زين، عندنا شغلة هنا ملاحظة، هاي أريد تحفظوها، كلش مهمة كلش مهمة. يقول هسه راح اكتب هذا الشيء حتى انتم تكون عندكم شغله. هنا مثلا كتبت محمد عبد الغني يوسف مثلا مدرس شارحه سلاش مدرس الحاسوب سلاش والى اخره. مثلا خلينا نقول هذا الشيء انا كتبته، هل عيبين عندكم شيء؟ بس عيبين محمد عبد ومختفيه، ما تمام؟ خلينا نجيب المحتوى استاذ. طلع هذا الزوم. ايش طلع؟ طلع الزوم وبعدين رجع. ايه تمام، يعني سبتي معايا. تمام، تبي انا هسه بالحق السي ضفت محمد عبد الغني يوسف، بس وين شفته؟ راح على مكان اخر. تمام، راح على مكان اخر، انا اريد كله يكون داخل السي. فعندكم هاي الملاحظه تحفظوها. نذهب الى المنيو من فوق، نختار الفورمات ونختار كولوم ونختار اوتو فيت سيلكشن، يعني تعبئه تلقائيه او احتواء تلقائي للكلام داخل الخليه الواحده، ما اريد يطفر على الخليه الثانيه. فانا منيو بار عندي هذا المنيو بار، بعدين وين عاقل لي فورمات، ادور على فورمات، بعدين وين اروح؟ على كولوم، بعدين اوتو فيت. تمام، اوتو فيت سيلكشن راح اطبقه عندي هذا محمد عبد الغني انا مبشر عليه. راح اروح على فورمات، شوفون هاي ما قال لي فورمات، مثل ما تشوفون هاي فورمات هاي فورمات، بعدين شنو قال لي؟ اوتو فيت كولوم او اوتو فيت سيلكشن. شوفون هنا ايش صار. راح اعيد انا ما حاول عبد الغني صايره فوق السي والبي، انا اللي اريد اجي اعدل عليها، هي كلها ارفعهم ضمن السي 1 مثل ما تلاحظون هنا سي 1، بس لان انا ما عامل انه يحتوي الخليه تحتوي الكلام كله، فنشوفه يطلع فوق البي. الحل شنو؟ ناشر على الخليه، هاي الخليه، وروح على فورمات من المنيو بار، روح على الفورمات. تمام، بعد الفورمات راح نلقي اوتو فيت. تمام، اوتو فيت ويدث او اوتو فيت كولومن ويدث، بس انتبهوا انتم بس على اسمي، انتبهوا على اسمي شنو راح يصير. شنو صار؟ من يقول لي شنو صار؟ استاذ
حصة كلها بخلية سي. عافية، كلها بالخلية سي، ما طلع لي فوق الخلية بي. يعني هسه مثلا أنا كتبت هذا الشيء با 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 إلى آخره، شوفوا شوفوا شو راح يصير. وين صعد فوق الدي؟ هو بدي أصلا صعد فوق السي والبي، حتى اسمي انحذف. شوفون يعني هسه هسه تشوفون أصلا هذا كلام طويل، شوفون وين واصل إلى النهاية. هسه هسه مثلا واحد كاتب كلام كثير هنا، فخما كل مرة يضغط دبل كليك حتى يشوف الكلام، لا نجي نضغط على الخلية نفسها، نروح على منيو بار، نروح على فورمات، نروح على أوتو فيت، فورمات أوتو فيت، شوفون صارت الخلية بعرض الكلام نفسه، يعني بنفس عرض الكلام. إيش قد ما راح أكتب راح تعرض عندي الخلية. يعني هسه لو كملت أجي إيش أسوي؟ أرجع أشر وأقول فورمات وأقول أوتو فيت. تلاحظون كل ما أريد أعرض يعني كل ما أريد أكتب راح أعمل أوتو فيت، راح تعرض الخلية على قد الكلام المكتوب داخلها. واضح الفكرة؟ نعم أستاذ. واضح. واضح. هذا يجيكم سؤال يمكن استخدام الأمر احتواء تلقائي لجعل عرض عمود يتغير تلقائيا، اذكر الطريقة أو اذكر الخطوات. أو ما هو الأوتو فيت؟ يجيكم سؤال ما هو الاحتواء التلقائي؟ تكتبين هو أمر يجعل عرض العمود يتغير تلقائيا بحيث يعرض كل البيانات الموجودة في ذاك العمود، وبالتالي لا نحتاج إلى تغيير عرض العمود. وإذا قلت لكم عملي تكتبون هذا الكلام، وإذا بالامتحان عملي كان على الحاسوب طبقون الطريقة. زين، أخذنا بالأعمدة إضافة ونغير العرض ونغير ونحذف، ما صحيح؟ نفس الأمر راح يكون على الصفوف، ولكن الصف يختلف، كلمة الكولوم راح يكون رو، هاي الكلمة تلاحظوها بدأ كلمة كولوم، بدأ كلمة العمود راح يكون صف. إذن عندي إضافة صف وتغيير ارتفاع الصف، هنا كان صار ارتفاع، تمام؟ صار ارتفاع. زين السؤال راح يجي طالب يقول لي ليش استاذ ما نغير عرض الصف؟ من يجاوبي على هذا السؤال اللي هسه سألته؟ ليش قال ارتفاع الصف ما قال عرض الصف؟ بالعمود ما كان عرض الصف؟ ليش بالسطر هذا السطر ليش ما قال عرض الصف؟ قال ارتفاع الصف. انتوا فهمتوا السؤال اول شيء؟ بنات؟ طالبات؟ عيدوا الاستاذ. تمام، راح اعيد السؤال. احنا انتوا ما قلتوا لي استاذ اخذنا بالاعمده انه اضافه عمود ونغير عرض العمود، تمام؟ ونحذف عمود، صح؟ ما هكذا اخذنا بالعواميد؟ استاذ ايش هو السؤال؟ السؤال عندي هسه موضوع اخي يقول وصلنا للصفوف اللي هي هذا الصف، هذا الصف 1 2 3 كنا هسه قبل شوي ناخذ اي بي سي هذا عمود، هسه نجي على الصفوف من واحد الى اخره. واحد شوفون هذا الصف مثلا، هذا الصف وهذا الصف. ليش بالاعمده قال خلي ارجع لكم ثواني خلينا نرجع. ليش بالعمود قال لي تغيير عرض العمود؟ ليش بالصفوف قال لي تغيير ارتفاع الصف؟ ليش ما اعطاني مثل العمود؟ ليش العمود بيعرض؟ ليش الارتفاع ما بيعرض؟ يعني العفو الصف ما بيرتفع؟ ليش العمود كان بيعرض اغير بعرض العمود؟ ليش الصف ما بيعرض؟ ليش قال ارتفاع الصف؟ راح انا اجاوبكم. فنفرض ان هذا هسا هذا العمود بي غيرت العرض، هذا ما عرضه. طيب زين هذا الصف الون هذا نفس الصف هذا شلون اطيق؟ هو اصلا بالعرض، فكيف انطي عرض؟ هو اصلا بالعرض، الصف هو اصلا بالطريقه المستعرضه خلينا نقول بالعرض، كيف انطي عرض؟ هو اصلا بالعرض، فنقول ارتفاع. فاذا العمود لان عمودي اغير بعرضه والعرض غير بارتفاعه، اذا عمليه عكسيه، لان اصلا العمود هو رايح بالعرض الى اخره، فبس اطيق شنو؟ اغير بارتفاعه مثل ما تلاحظون. شوفون اغير بالارتفاع هكذا. وضحت الفكره؟ اما العمود نفسه لا اغير
عرض. إذن الطول يأخذ عرض والعرض يأخذ طول، تمام؟ أستاذ عيدة. عيدة هاي البي. ما أخذنا كيف نغير العرض؟ غيرنا العرض، تمام؟ هذا عمود، غيرنا عرضه، واضح؟ افتح مايك عادي، افتح مايك احكوا معايا، خلي اسمعكم. واضح. واضح. انا غيرت العمود العرض مالته، غيرت العرض. طيب قلنا العمود لان بشكل عمودي ففقط غير عرضه، لان هو اصلا هو بالارتفاع صار، هو صار عمودي، ايش انا غير ارتفاعه؟ يعني ما ايش اقدر ارفعه، ما يصير. اذا العمود نغير بعرضه والصف نغير بارتفاعه، عملية عكسية. تشوفون هسه صار عندي البي 1 مثل ما تلاحظون عرضها غيرناها من البي، وارتفاع الخلية بي 1 غيرنا ارتفاعها من الصف، تمام؟ تشوفون هسه عندي هاي الخلية بي 1 بي 1 بي 1 هاي البي 1 هاي، من اريد اغير عرضها اروح على البي اغير عرضها، من هاي نفس الخلية اريد اغير ارتفاعها اروح على الرقم 1 اغير على الصف. إذا الصفوف خاصة بالارتفاعات، من أريد أغير ارتفاع صف أروح، أو خلينا نقول خلية، انسوا الصف، خلينا نقول هاي الخلية، هاي الخلية اسمها أهلة، أهلة بشار. أنا أهلة بشار الخلية ما عجبتني أريد أغير ارتفاعها، فأروح على السطر أغير ارتفاع هكذا. زين أهلة بشار ما عجبني عرض الخلية، أريد أروح أغير عرض الخلية، فأروح على الإي من فوق أغير عرض الخلية. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة. طيب هسه هذا هسه شوية تعبتوا أنتوا، أنا من أيضا خلص الوقت الزوم، بس لأن ما أعرف ليش معي يخلص صراحة، يعني ما أعرف صار أكثر من 45 دقيقة ما بالله. أي عبرت عبرت كثير عبرت ما عي توقف عندي. المهم احنا هذا انسوها هذا، راح اطلع من البرنامج. انتوا واجبكم الى هذا اللي اخذناه هسه، ما الصفوف ما صفوف عفوا هسه حاليا على الدرس الجاي ان شاء الله، تمام بنات؟ اوكي نعم اوكي نعم. اللي اخذناه مال اعمده ومال اضافه عمود وحذف وتغير عرض، هذا هو الداخل فقط. استاذ ليه ما صفحه الى صفحه صفحه 13 تحرير الصفوف ما داخل، تمام؟ نعم تمام. القبل داخل، هاي تحرير الصفوف ما داخل. ماشي طالبات؟ ماشي طالبات. يلا الله معاكم، لأن عندي صف أول لازم أخذهم، تمام؟ تأخرنا كثير اليوم. مع السلامة طالبات، بالدرس الجاي إن شاء الله. هذا طالبات إيه إن شاء الله، على الدرس الجاي نكمل إن شاء الله. مع السلامة.